ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة. دكتور رامي، بعد التحية، من واقع متابعتك لجلستي الاستماع بمحكمة العدل الدولية، كيف ترى مجريات الجلستين، وفي رأيك إلى أي مدى قد تسفر عن وقف نزيف الدم في غزة؟ في البداية برحب بحضرتك وكل السادة المشاهدين. يمكن يعني ما حدث في محكمة العدل الدولية هو بيعكس تآكل في الصورة الذهنية اللي إسرائيل قدرت تعملها على مدى عقود لدى الشعوب العربية والشعوب الأفريقية أيضا، بل بالعكس، يعني الجرائم الإسرائيلية اللي بتعملها خسرتهم نجاحات كتير عملوها على مدار السنوات السابقة في تحسين الصورة الذهنية اللي اتخذت عنهم بعد حرب أكتوبر. وبالتالي المسألة هنا على الجانب الإسرائيلي، الجانب الإسرائيلي خسر كتير جدا. لكن فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية، هي طبعا بتعكس تآزر أفريقي عربي ضد إسرائيل، وفي نفس الوقت نوع من المؤسسات الدولية بجانب طبعا الأمم المتحدة اللي يعني اترصد فيها انتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي والمعايير الدولية. لكن يعني عشان أكون واضح أكثر مع حضرتك، محكمة العدل الدولية يعني فيما يتعلق بوقف إطلاق النار مش من اختصاصها، لأن حتى الحكم لو طلع حكم بيطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار، هنا الحكم مش ملزم بالنسبة لإسرائيل، لأن احنا أمام طرف هو بيعتاد على انتهاكات القانون الدولي ومخالفته، سواء القانون الدولي العام أو القانون الدولي الإنساني. وبالتالي المسألة هنا يعني بتتعلق بمدى توفير أو مدى وجود رادع حقيقي للحكومة الصهيونية اللي بتمارس جرائمها. والردع هنا بيكمن مش باستخدام القوة، إنما التهديد للمصالح. وأقصد هنا أو ما أعنيه هنا الولايات المتحدة الأمريكية، لأن على الأرض الواقع الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة في العالم اللي تقدر تجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار. وبالتالي الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية هي لها مطالبات، بل بالعكس أمين العام للأمم المتحدة لما استدعى المادة 99 ليطالب مجلس الأمن بالتدخل وأن هو يقوم بشغله، حصل فيتو أمريكي. طيب دكتور، يعني من واقع خبراتك القانونية، مدى نجاح جنوب إفريقيا في استعراض ممارسات قوات الاحتلال من خلال يعني تقديم الأوراق المهمة في ذلك؟ يعني هو طبعا هو ده ما هو المسألة، ان جنوب افريقيا هو طبعا نجحت ان هي تعمل نوع من الصدى ونوع من الاثبات التاريخي للانتهاكات والمخالفات الاسرائيلية. وبالتالي جنوب افريقيا دولة لها دور اقليمي قوي جدا في منطقة الجنوب الافريقي، ومن ثم التآزر الافريقي هنا هيعطل مصالح اسرائيل في افريقيا بشكل كبير جدا. لكن مدى نجاح كل ده ايه؟ يعني بمعنى ادق يا فندم، ان لو نجحت المساعي الجنوب افريقيه في اصدار قانون من محكمه العدل الدوليه او قرار، مدى قدره المجتمع الدولي على تنفيذ او الزام اسرائيل بالقرار ده؟ هو ده اللي اقصده، لان هنا الزام اسرائيل بالقرار ده اساسا اسرائيل ما بتلتزمش، وبالتالي الالتزام هنا يعني نوع من الضغط. طب مين اللي هيقدر يمارس ضغط على اسرائيل؟ هي الولايات المتحده الامريكيه. نعود إلى يعني تفاصيل يعني القضية، وفي رأيك نية ارتكاب الإبادة الجماعية بتعد العنصر الأكثر صعوبة في تحديده، وطبعا وفقا لتعريف الأمم المتحدة له، هل بنتوقع من خلال ذلك نجاح جنوب إفريقيا في إثبات توافر هذه النية، وخاصة في ظل إصرار إسرائيل الدائم على إنكار هذه التهم؟ يعني ده وارد طبعا، ان ممكن يثبت ان اللي حدث او اسرائيل بتعمله هي جرائم اباده جماعيه. لكن حتى يعني ماذا بعد الاثبات؟ يعني هم حاولوا او عملوا ده مع فلاديمير بوتين واتهموه بممارسه جرائم الاباده الجماعيه في اوكرانيا، بل بالعكس ده هم يعني المحكمه الجنائيه الدوليه طلعت قرار او عملت مذكره بشان اعتقال الرئيس بوتين، لكن مين نفذ؟ هي المسألة هنا ان التنفيذ نفسه، مين اللي يستطيع ان هو يتحمل مسؤولية التنفيذ او يحقق الهدف من التنفيذ. عشان كده يعني انا اتمنى ان يعني ما نرجوه هو بعد قرار المحكمة ايه. لان المسألة هنا انا عندي في اسانيد قانونية كتير بتجرم اسرائيل، بل بالعكس، وعايز اقول لحضرتك اسانيد دلوقتي تحاكم بنيامين نتنياهو كمجرم حرب،
وكممارسه جرائم الاباده الجماعيه، لكن مين اللي هينفذ الحكم ده؟ عشان كده هي المساله اللي للاسف في علم العلاقات الدوليه او القانون الدولي، القانون الدولي يعني في انتظار التفعيل يعني. واشكرك شكرا جزيلا دكتور رامي عاشور استاذ العلاقات الدوليه بجامعه القاهره، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.